المغرب فقد اليوم أو البارحة بالضبط هرم من أهرامه الفنية الأساسية. نعيم المشرقي اسم بارز في الساحة الفنية والسينمائية والمسرحية، اسم بارز أيضا بالنسبة للمغرب على المستوى الخارجي. نعيم المشرقي حقيقة كانت تجسد العطاءات المتميزة للثقافة المغربية في كافة تجلياتها. نعيم المشرقي رحمة الله عليها كانت اخترقت أجيال عديدة وواكبت كل هذه الأجيال منذ عقود من الزمن، وكان لها حضور متميز. نعيم المشرقي تشكل مصدر اعتزاز وافتخار بالنسبة للساحة الفنية والسينمائية والمسرحية والثقافية الوطنية. فقدها المغرب، شخصيا كانت تربطني بها علاقة صداقة ملؤها الاحترام والتقدير والمودة. أشعر بحزن كبير وهي تغادرنا اليوم إلى دار البقاء.